السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو دوت هي اول فيديو معانا هنتكلم فيه عن كلية حاسبات ومعلومات، فيلا نشوف هنتكلم عن ايه في الفيديو دوت. اول حاجة كده هنتكلم عن كلية حاسبات ومعلومات، او كلية حاسبات والذكاء الصناعي موجودة فين بالظبط. بعد كده هنتكلم عن الاقسام بتاعتها، مجالات الشغل، نظام الساعات المعتمدة، البطاقة والنقابة عشان الحوار اللي عامل المشاكل دوت. بعد كده هنتكلم عن العلاقة بين حاسبات ونظم معلومات، حاسبات ولا هندسة، بعد كده حاسبات ولا علوم قسم حاسب، والكورسات تكفي ولا لازم الكلية، وآخر حاجة هنتكلم عنها حاسبات والذكاء الصناعي. حلو، واضح ان العناوين كده في حاجات اللي هي ايه، في عليها مشاكل وحوارات وكلام كتير، فيعني كمل الفيديو للآخر وهنشوف الدنيا عاملة ازاي. أول حاجة موجودة فين؟ القاهرة، عين شمس، حلوان، منصورة، زقازيق، فيوم، قناة السويس، السويس، دمنهور، أسيوط، بنها، منوفية، بني سويف والمنيا وطنطا، سوهاج، أقصر، كفر الشيخ. وكفر الشيخ فيها كلية ذكاء اصطناعي كاملة غير كلية حاسبات ومعلومات أو حاسبات وذكاء اصطناعي. الأقسام بتاعتها طبعا ديت مش كل الأقسام، لكن ديت أشهر الأقسام اللي موجودة. في عندنا علوم حاسب، نظم معلومات، تكنولوجيا المعلومات، نظم حاسبات، حاسبات علمية، أمن سيبراني، نظم معلومات حيوية، معلوماتية طبية، ونظم معلومات جغرافية، هندسة برمجيات، بحوث عمليات ودعم اتخاذ القرار، والوسائط المتعددة. الأقسام ديت في منها كريدت وفي منها عادي، وكمان هتلاقي في حاجات منها مش موجودة في كل الجامعات. يعني مثلا حاجة زي بحوث العمليات ودعم اتخاذ القرار ديت هتلاقي موجودة في القاهرة، مش موجودة مثلا في حاجة زي حلوان. مجالات الشغل: هندسة برمجيات، هندسة شبكات، تحليل وتخطيط نظم بيانات، أمن معلومات والشبكات، تصميم وتطوير صفحات الويب، المراكز والمعامل البحثية، إدارة جودة البرمجيات، وإدارة قواعد البيانات، وإدارة المشروعات، وتدريس الأكاديمي، وفي حاجات تانية كتيرة طبعا احنا مش هنعرف نغطي كل الحاجات ديت. البطاقة بقى فيها ايه وتبع نقابة ايه؟ طيب واحدة واحدة كده. أول حاجة كده البطاقة، مجرد ما بتتخرج من الكلية بتاعتك بتبقى بكالوريوس حاسبات ومعلومات أو بكالوريوس حاسبات وذكاء اصطناعي. طيب بعد كده انت اشتغلت في مكان، فهيتحط لك البطاقة المكان اللي انت اشتغلت فيه او الاسم الوظيفي بتاعك في المكان اللي انت شغال فيه، وكده كده البطاقة مش هي اللي هتأكلك ومش هي اللي هتشربك ولا ليها اي لازمة، فما تشغلش بالك بيها. تبع نقابة ايه؟ ملناش نقابة مستقلة، لكن احنا تبع نقابة المهن العلمية. نظام الساعات المعتمدة، ايه هو نظام الساعات المعتمدة؟ هو ببساطة كده ان انت دراسة مش زي الطبيعي العادي اللي هو نظام ترم كامل في مواد معينة بتسجلها والكلام ده، لا خالص، انت معاك نظام ترمين خريف وربيع، كل ترم منهم بتبقى معاك من 12 ل 19 ساعة معتمدة، أو من 4 ل 6 مقررات دراسية، وغالبا بتبقى المادة الواحدة 3 ساعات معتمدة، يعني 3 ساعات في الأسبوع لمدة 4 شهور. نظام الساعات المعتمدة لو انت لا قدر الله شلت مادة، فانت مش بتعيد السنة، لا انت ممكن تسجلها بعد كده في اي وقت تاني طالما مش بتسجل مادة تانية مترتبة عليها. يعني مثلا لو في عندنا مادتين، المادة التانية مترتبة على المادة الاولى، وانت لا قدر الله شلت المادة الاولى، فبالتالي مش هتقدر انت تسجل المادة التانية غير لما تنجح في المادة الاولى ايا كان سجلتها امتى ونجحت فيها امتى، لكن مش بتعيد السنة كلها ولا الكلام ده خالص. فبالتالي انت تقدر ان انت تدرس مادة مع الناس الدفعات الاكبر منك او الدفعات الاصغر منك، وكمان في عندك التخصص الرئيسي والتخصص الفرعي بتاعك، مفيش اي مشكلة في ديت. برضو العلاقة بقى بين حاسبات ونظم معلومات ببساطة جدا، حاسبات كلية متخصصة فيها مجموعة اقسام تبع مجال البرمجة والحاسبات والكلام ده كله، لكن قسم نظم معلومات دوت قسم في كلية تجارة، فبالتالي هما بيدرسوا مواد تجارة وبيدرسوا بعض مواد حاسبات. حاسبات ولا هندسة؟ حاسبات فيها سوفت وير كتير جدا، هي كلها سوفت وير، وفيها الأقسام بتاعتك أيا كانت عدد الأقسام اللي موجودة أو إيه الأقسام المتاحة اللي أنت تسجل فيها أو الكلام ده كله، لكن هندسة هو هيبقى قسم واحد بس اللي هو هندسة حاسبات أو هندسة اتصالات أيا كان مسماها إيه في الجامعة اللي أنت هتقدم فيها. حاسبات ولا علوم قسم حاسب؟ الاتنين بتدرس فيهم سوفت وير، والاتنين تقريبا نفس الحاجة مع شوية اختلافات كده. يعني مثلا عندك في حاسبات هيطلع عينك عادي، لكن في علوم هيطلع عينك بس مش عادي، يعني مش زي حاسبات الحوار معقد شويتين تلاتة عشان بياخدوا حاجات شوية تبع الماث أكتر والفيزيكس والكيمياء والجو من دوت يعني، فهيطلع عينك بس مش زي حاسبات، يعني أصعب مش أسهل، عشان يعني ما تفهمش غلط، يعني علوم أرخم شوية من حاسبات، ممكن تكون وجهة نظر شخصية عادي يعني.
هل الكورسات تكفي ولا لازم الكلية؟ السؤال دوت إجابته صعبة شوية، بس يعني ممكن نقول ببساطة كده، أنا كواحد في الكلية، الكلية بتديني الأساسيات، بتعرفني إزاي أمشي وأنا بكمل بعد كده لوحدي. فحتى لو أنا في كورس مثلا في الكلية ما فهمتهوش، فبالتالي أنا بروح أدور على حاجة تانية أونلاين، مثلا على اليوتيوب أو أي موقع تاني أو كلام من ده كله، وبذاكر الحاجة دي كويس. فبالتالي احنا في الكلية بنحتاج كورسات برضه، بس هل هيبقى زي اللي بدأ من الأول خالص كورسات؟ لأ. ليه؟ لأن اللي بدأ من بره خالص كورسات دوت، ده مش معاه رود ماب، مش معاه طريق، مش معاه سكة يمشي فيه خالص، ولا في أي حاجة تخليه هو يكمل أساسا. فنسبة الناس اللي بتكمل من بره ضعيفة جدا، ومش بتبقى معاها الأساسيات لأن هي مش عارفة تمشي ازاي أساسا. فبالتالي هيفضل اللي في الكلية أفضل من اللي بره الكلية مليون ألف مرة، غير لو الاتنين درسوا نفس الأساسيات كويس، والاتنين اشتغلوا بروجكتات كويس، والاتنين عملوا كل حاجة مظبوطة. بس دوت ما ينفيش إن في ناس بتبقى جوه الكلية وضايعة، ما ينفيش خالص إن في ناس جوه الكلية ومش عارفة أي حاجة خالص، بس دي بتبقى يعني كل مكان فيه الحلو والوحش. لكن زي ما بنقول، لو أنت واحد من بره المجال أو من بره الكلية، فأنت لازم عشان تبقى زي واحد في الكلية تكون دارس أساسيات كويس وشغال بروجكتات زي البروجكتات اللي هو بيتبهدل وبيطلع عينه جوه الكلية عشان يعملها. اخر حاجه هنتكلم عنها هي حاسبات وذكاء اصطناعي. حلوين، في عندنا 5 اقسام. اول حاجه كمبيوتر ساينس، تاني حاجه انفورميشن سيستم، انترنت تكنولوجي، والتلات اقسام دول اقسام جنرال، يعني تسجلهم بعد سنه تانية او بتبتدي انت تتخصص في سنه تالتة، بيختار منهم واحد اساسي وواحد فرعي. لكن عندك سوفت وير انجينيرنج وميديكال انفورماتكس، ودولت بيبقوا كريدت او بتبتدي انت تسجل فيهم من سنه اولى على طول. يعني انت بتبقى داخل الكليه يا سوفت وير انجينيرنج يا ميديكال انفورماتكس يا جنرال. بعد كده لو انت جنرال، فانت بتبتدي انت تتخصص في قسم من الثلاث اقسام اللي موجودين في الاول دولت، واحد اساسي وواحد فرعي، بدايه من سنه ثالثه. لكن لو انت سوفت وير او ميديكال، فانت خلاص انت اتخصصت من اول سنه. طبعا هيبقى كل قسم من دولت ان شاء الله هيبقى ليه فيديو كامل هيتكلم عن المواد وعن الشغل بتاعه وعن كل حاجه، فاستنوا الفيديوهات اللي جايه هنتكلم فيها عن دولت. الفيديو لسه ما خلصش، لسه هنتكلم عن مواد سنه اولى جنرال، وهنتكلم عن مواد سنه تانية. مواد سنه اولى جنرال بتاخد اول حاجه introduction to computer science، بتبتدي اللي انت تعرف يعني ايه computer science، يعني ايه لغات برمجه، بتبتدي اللي انت تتعلم فيها لغه السي. بعد كده في عندك الكترونيكس، في عندك انجلش 1، في انترو 2 انفورميشن سيستم، وعندك ماث 1 وفيزيكس. ده كده مواد الترم الاول. بعد كده مواد الترم الثاني في عندك انجلش 2، ايكونومكس مانجمنت، انفورميشن 2 انترنت تكنولوجي، ماث 2، بروجرامينج لانجويج 1، وبروبابيليتي اند ستاتستكس. طبعا انت الترم الاولاني عندك في كمبيوتر ساينس بتاخد لغه السي، وفي انترودكشن تو انفورميشن سيستم بتاخد لغه البايثون. الترم التاني بتكمل على لغة السي في Programming Language 1، وبتبتدي ان انت هتتعلم ويب في ال Intro to Internet Technology، بتشتغل HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, jQuery وحبة حاجات كده، وبتعمل ويب سايت خفيف جميل. مواد سنة تانية بقى عندنا ال Data Communication, ال Data Structures, ال Database, ال Human Rights، ودي مادة عربي، Logic Design, Operation Research, Programming Language 2. ودي كده مواد الترم الاول. مواد الترم الثاني في عندك algorithm, discrete math, و network 1, operating system, simulation, software engineering 1. الترم الاول بتبتدي ان انت تتعلم SQL في database 1، وبتتعلم الجافا و object oriented في programming language 2، وبتبتدي ان انت تتعامل مع operating system، وبتستخدم linux في operating system، واخر حاجه بتتعلم ال PHP والدياجرامز والكلام ده كله في software engineering 1. كلمتين على السريع كده، اول حاجة انت طبعا عارفين ان حاسبات بقت من السنة اللي فاتت متاحة لعلم علوم وعلم رياضة، كله هيدخلها، كل الاقسام بتاعتها مفيش اي مشكلة. فسواء انت علم رياضة او علم علوم تقدر تدخل الاقسام الجنرال والكريدت، مفيش اي مشكلة خالص في النقطة ديت. تاني حاجة، لو انت واحد مش بتحب الرياضة او مش بتحب البرمجة او ما عندكش استعداد اللي انت تحبهم، يبقى يعني من الاخر كده ما تكملش عشان ما تتعبش نفسك وتتبهدل 4 سنين، وفي الاخر هتخرج مش فاهم اي حاجه، ويعني هتبقى ضيعت وقتك على الفاضي. في الديسكريبشن بتاع الفيديو ان شاء الله هسيب لينك للفيديوهات بتاعت الاقسام اللي هتنزل، وهسيب كمان لينك للبلاي ليست بتاعت شرح السي و اس بلس بلس والسيكوال والحاجات التانية اللي هتنزل بعد كده ان شاء الله. لو انت دخلت حاسبات حلوان، فهسيب لك الماتيريال بتاعت سنة اولى وسنة تانية، المواد بتاعتها كلها بكل حاجة، هسيب لك الدرايف بتاعها برضو في الديسكريبشن بإذن الله.
ما حبيتش ان الفيديو يبقى اطول من كده، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هنتكلم فيها عن كل قسم كامل لوحده بالمواد بتاعته بالكلام بتاعه كله. اتمنى ان الفيديو يكون اعرفك ايه هي كليه حاسبات ومعلومات، حاسبات وذكاء اصطناعي، كليه الذكاء الاصطناعي بيعملوا فيهم ايه الكلام ده كله. واشوفكم الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله.